مساء الخير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. احنا تيم نوبز، انا اندرو هاني ومعانا باشمهندس اميرنا ايهاب وباشمهندس امير ممدوح وباشمهندس فيلو كلوباتير صمول وباشمهندس عمر محمد. النهارده جايين نكلمكم عن الفيديو جيمز. هنتكلم عن خمسة توبكس صغيرين في الموضوع. اول حاجة البريليانت مايندز اللي عملوا لنا الفيديو جيمنج ده والامباكت على السوسايتي والسايكولوجيكال افكت علينا والجيمنج كونسولز اللي احنا بنلعب بيها دلوقتي طول التاريخ ده واهم لعبة في التاريخ. اول حد في البريليانت مايندز اللي هنتكلم عنه هو رالف باير والملقب بالفاذر اوف جيمز. هو اتعمل اتلقب بالاسم ده لان هو اول واحد عمل جيمنج كونسول في التاريخ وهو سبب الفيديو جيمز دلوقتي. رالف باير كان شغال في ساندرز اسوسيت، كان معاه تي في اركتكتشر ديجري. في سنه 1951 كانت اسعار التلفزيونات ابتدت تقل جامد، فهو حب يستغل الموضوع ان احنا بدل ما يبقى التلفزيون الفرجه بس ممكن حاجه تانية نستخدمها في ان احنا نلعب عليه، وفعلا قدم المشروع ده للمدير بتاعه والمدير عجبته الفكره واداله بادجت $2500 وعين اتنين مهندسين كمان يساعدوه في الموضوع، وعملوا لنا اول جيمنج كونسل بعديها بكام سنه اسمها براون بوكس، وهي بتورينا اللعبه البسيطه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. تاني حد هنتكلم عنه هو جوينبي يوكوي، ده جابانيز جيم ديزاينر كان شغال في نينتندو قبل اصلا ما يبقى ليه علاقه بالجيمنج، كان ماسك اسامبلي لاين هو المسؤول عنه. في فتره هو كان مراجع من الشغل كان راكب المترو لقى حد قاعد بيلعب على الكالكوليتر، فحس ان احنا ممكن نعمل بدل ما يبقى الناس بتلعب على الكالكوليترز ممكن نعمل لعبه بسيطه وتبقى بحجم صغير وان الناس كلها تبقى افيلبل لكل الناس. فعلا قام بقول المشروع لنينتندو وعجبتهم الفكره واشتغل عليه ونفذه وعملوا اول بورتبل جيم كونسول اللي هي الجيم بوي اللي جه تحتيها بعد كده البي اس بي والنينتندو دي اس اي وحاجات كتير قوي احنا بنستخدمها النهارده. اخر ناس هنتكلم عنها هي الاندستري بوسز، هم كان كوتراجي وبويد مولترر، دول اللي اسسوا اللي عملوا اكس بوكس وبلاي ستيشن. دول طبعا استندوا على شغل اللي قبليهم الناس اللي قبليهم وعملوا كونسولز دلوقتي محدش عارف ينفذها، هم اللي ماسكين السوق كله، وطبعا من غيرهم ما كان جيمنج كان هيبقى شكله مختلف خالص. دلوقتي هنروح مع باشمهندس سميرنا نتكلم على الافكت اون سوسايتي. طيب دلوقتي هنبتدي بشويه statistics. هو obviously الناس اللي بتلعب اكترهم ages 18 ل 34. هو في الاول فعلا كان الموضوع ميلز هوبي، بس بعد كده لما ابتدى الموضوع ينتشر اكتر وكل الناس شبه بقت تلعب ف girls joined، وبقت في امريكا دلوقتي it's a 51-49 split. ف السلايد طيب يا جماعه، بما ان الموضوع بيزيد قوي فالبيرنتس طبعا ابتدوا يبقوا كونسيرند قوي بالموضوع، وده هل بيدمر مخنا ولا بيعمل لنا مشاكل ولا ايه، واكيد دي حاجه وحشه. بس اكشلي الهو اللي هي الورلد هيلث اورجانيزيشن في 2018 حطت الجيمنج ديس اوردر من ضمن الديزيزز، فالموضوع ابتدى يخد الناس اكتر واللي هو الموضوع بيكبر قوي منهم. بس برضو اللي هو قالت انه انت عشان بقى تبتدي تسافر اي سترين او باك بين او جوينتس او كده، الناس بتريبورت المشاكل دي، قالت ان انت المفروض تبقى بتلعب اراوند 6 اورز ا داي وتبتدي تكويت الهوبيز بتاعتك واحده ورا واحده. فلو انت حد بتدي كل حاجه وقتها في حياتك وما عندكش اي مشكله في الحته دي، فانت كده هتبقى بعيد عن الدينجر زون. يعني دلوقتي هنخش على البنفيتس بقى اللي الناس مش بتتكلم عليها قوي. دلوقتي الناس الصغيرين في السن اكتر اللي بيستفيدوا من دي، بس بيبقوا كرييتيف اكتر لان هما بيبقوا على طول، يعني هو كبروا في مخهم مزنوق جوه بوكس الواقع ومش عارف يخرج منه ومش عارف حتى يطلع الطاقه اللي جواه. بس لما يبتدوا يتفرجوا على جيمز فيها يونيكورنز وسبيس وسوبر باورز بيبتدي المخ يبتدي ياخد مساحته ويبتدي يطلع البوتنشال اللي عنده. تاني حاجه، وهما بيبقوا بيتر ليدرز في حياتهم لان هو الجيم ساعات بتبقى فورسينج يو ان انت تميك ا تيم وتبتدي تاساين تاسكس للناس depending على الحاجات الحلوه اللي عندهم، يعني كل واحد على حسب السكيل اللي عنده تديله التاسك وتبتدي تمانج الدنيا وتحط استراتيجي. فانت لو عندك السكيلز دي في حياتك عامه هتبقى ليدر حلو قوي في شغلك وفي حياتك. اخر حاجه بقى، الناس بتقول ان هي بتدمر مخك بقى وبتعمل مشاكل وكده مش بتخليك تركز، بس هي اكشلي بتخليك مركز اكتر لانه الجيمز بيبقى فيها حاجات كتير قوي irrelevant زي باك جراوند نويز وميوزك ودايلوج وكده، فمخك بيفلتر ال irrelevant من relevant، فاكشلي بيبقى practice ان انت مخك يبتدي يتيك ال useful information اكتر. دلوقتي هنخش على ال psychological effect of games مع امير ممدوح. طيب انا النهارده حابب اكلمكم على impact of games on psychology. اول حاجه خالص لما الجيمز طلعت كان في كونسيرن كبير قوي، هل هي هتاثر بالسلب ولا الايجاب على الشباب، بلس كمان هل هي هتعمل ديستراكشن ليهم ولا لا.
طبعا لو رجعنا كده للاوريجن بتاع الجيمز هنلاقي ان ان الديفلوبرز فكروا في حاجه بسيطه جدا، وهو ريورد استراتيجي. سيمبلي انت بتلعب جيم فبتكسبه وبتاخد منه كوينز، والكوينز دي بتحوشها وبتجيب بيها حاجه. طبعا ده بيزك سايكولوجيكال نيد، اي حد في الدنيا بيبقى عايز لما يعمل حاجه يجيله حاجه قصادها ان ريتيرن. وطبعا برضو الدوبامين افكت اللي هو على طول بيتفرز، لان انت لما بتكسب جيم او كده انت على طول بتكون مبسوط وعايز اكتر وعايز تكمل في اللعبه اكتر. وده ينقلنا برضو لنقطة إن الجيمز اتسمت الإيموشنال رولر كوستر، لأن هي سيمبلي هي بتلعب بمشاعرك. أنت بتكون بتلعب جيم، بعد كده بيخش فيك جول فبتخسر، فبتحس إنك أنت اتضايقت جدا، بعد كده بتبقى عايز تاخد ريفانش فبتحاول تعمل تاني فبتجيب جول تاني فبتكسب وهكذا. وده طبعا بينطبق على كل أنواع الجيمز يعني. البوزيتيف سايكولوجيكال افكتس الأخرى بالنسبة للجيمز، إن هي طبعا لما أنت بتعدي نيو ليفل أو بتجيب هاي سكور أو كده، ثقتك في نفسك طبعا بتضرب في السماء، وبتحس إنك أنت عملت حاجة فعلا ما حدش قبل كده عملها، وبتحس ان انت قد ايه انا فخور بنفسي يعني ان انا وصلت لحاجه كويسه. بلس كمان لو انت عندك مثلا مشاكل في حياتك او كده، طبعا دي ده بيكون اوبشن ليك جميل جدا ان انت تهرب من كل التفكير في كل حاجه وحشه، وانت بتخلي دماغك مركزه بس في الجيم ومش عارف تفكر في حاجه تانية. وده طبعا بيخليك انك انت على طول مبسوط وعايز تكمل اكتر. وهنتكلم بعد كده عن الجيمنج كونسولز مع باشمهندس فباتير. اتفضل يا باشمهندس. طيب الجيمنج كونسولز بيتقسموا لثمانيه جينيريشنز من اول 1972 لحد دلوقتي. النهارده هنتكلم على اهم ثلاثه جينيريشنز، هم جينيريشن 4 وجينيريشن 6 و7. جينيريشن 4 اللي ابتدى هي المنافسه القويه بين شركه نينتندو اليابانيه وشركه سيجا اليابانيه، عشان كانت شركه نينتندو عملت كونسول اسمه ان اس، وده كان من اشهر الكونسولز في العالم. فرد امريكا عليه انه في الجينيريشن ده عملوا كونسول اسمه جينيسيس، وده كان 16 بت. طب ايه الفرق ما بين ال 8 بت وال 16 بت؟ ببساطه دي كانت البروسيسورز اللي كانت بتتحكم في الكونسولز دي، فكان ال 16 بت اقوى بكتير من ال 8 بت، وكان بيسمح للجرافيكس احسن والميوزك احسن. فمن هنا اتشهر الترم بتاع 8 بت جيمز و16 بت جيمز زي جيم ليجند اوف زيلدا. بعد كده جينيريشن 6 اللي ابتدى الجينيريشن ده، هي كانت المنافسه القائمه بين شركه ظهر فيه سوري اتنين كونسولز من اشهر الكونسولز في العالم، وهي بلاي ستيشن 2 سنه 2000 واكس بوكس سنه 2001. لكن الاوبشن اللي كان في بلاي ستيشن 2 اللي كان بيميزها ان هي كان فيها حاجه اسمها باكوردز كومباتيبيليتي. ايه الباكوردز كومباتيبيليتي؟ معناها ان كان اي حد بيشتري بي اس 2 كان يقدر يلعب كل العاب بلاي ستيشن 2 وفي نفس الوقت يلعب العاب بلاي ستيشن 1. ومن المزايا التانيه اللي كانت في الجينيريشن ده ان كان الاونلاين خمسة. وظهر في السنة اللي قبليها على طول بلاي ستيشن 3 سنة 2004. ولكن في السنة دي انضم للمنافسة وي من شركة نينتندو. فوي كانت بتختلف عن باقي الجينيريشنز ان كان فيها اوبشن الموشن جرافيكس، او ان انت تقدر تتحكم في اللعبة عن خلال الحركة او من بعيد من غير ما تمسك اي حاجة. مميزات الجينيريشن ده كله على بعضه ان هو كان فيه الوايرلس كنترولرز ابتدت تبقى موجوده، وكان فيه الديجيتال جيم داونلودز او ان الناس بدات تقدر تنزل الجيمز اونلاين بدل ما تشتري سي ديز، وطبعا الموشن جرافيكس اللي كانت موجوده في شركه نينتندو وي. بعد كده باشمهندس عمر هيتكلم. الحقيقه انا جاي اكلمكم النهارده عن اهم سلسله العاب اللي اثرت في الاندستري في جيمنج. السلسله دي اسمها ذا ليجند اوف زيلدا. ليجند اوف زيلدا القصه بتتكلم عن بطل اسمه لينك بيحاول ينقذ الاميره زيلدا من الشرير جانن. بس قبل ما نتكلم عن القصه ليه هي اهم لعبه، عايزين نتكلم عن ثلاث حاجات اي جيمر بيدور عليها وهو بيشتري لعبه جديده عشان ينبسط بيها. لما بيجي يدور على الحاجات، اول حاجه بيقابله بيدور على اللور واليونيفرس، ان لازم يبقى فيه عالم متكامل حواليه وقصه كامله، ولازم يبقى فيه كاركترز وانيميز وكل حاجه تبقى موجوده عشان يعرف ينبسط. تاني حاجه بيدور عليها الميوزك والجرافيكس، ان الميوزك بتساعد البلاير ان هو يندمج في اللعبه والسينز اللي حواليه سواء من فايتنج او ريلاكسيشن. وتالت حاجه الفريدم، ان هو ليه كامل الحريه انه يعمل اي حاجه في اي وقت بالشكل اللي هو عايزه، ويبقاش مربوط بالسيناريو بتاع الديفلوبر. والحقيقه التلات حاجات دول ما كانوش هيبقوا موجودين من غير ليجند اوف زيلدا. كان كل الالعاب بتتعمل ان هي تتلعب في ساعتين او قاعده واحده، وبعد ما بتخلص اللعبه وتقفل الجهاز بترجع من الصفر تاني. بس نينتندو عملت حاجه ظريفه جدا، اول ما نزلت اول جزء من ليجند اوف زيلدا حطت بطاريه صغيره جوه الكاردش، حتى ان هما لما يعني لما نزلوا الكاردش لونوها اصفر عشان عارفين ان هما عملوا حاجه جامده جدا. البطاريه دي بتولد كهرباء للميموري اللي جوه الكاردش، بتحافظ على الشيك بوينت بتاع اللعب، فكان بيقدر يقفل ويرجع تاني يوم يكمل اللعبه. وده فتح فتحه كبيره جدا لبقيه الديفلوبرز، وابتدى كل الناس تستخدمها.
وليه الناس كتير بتستقل بموضوع السيفنج فيتشر ده، لان من غيره الحقيقه ما كناش هنلعب اغلب الالعاب اللي احنا بنلعبها دلوقتي زي ماينكرافت او كاندي ماريو اساسن كريد جي تي اي 5 او حتى كاندي كراش. من الاخر كده احنا من غير ليجند اوف زيلدا ما كانش هيبقى فيه اي لعب من الالعاب اللي احنا بنشوفها كل يوم، ولازم يعني نبقى مقدرين قد ايه هي مهمه في عالم الجيمنج. كده احنا خلصنا البرزنتيشن. اني كويشنز؟ تمام، شكرا يا باشمهندسين.